كنا بنتكلم في نقطه في منتهى الاهميه في اثناء الفصل نقطه التدوير فكره انه الموسم فكره تلاحم المواسم وفكره انه الاصعب لم ياتي بعد يعني السيزون ده مفترض انه هيمتد وانه اللي جاي فيه اصعب بكتير جدا من اللي ابتديناه محتاج شويه فكره انه اللعيبه ترتاح وانه اللعيبه اللي في القايمه كلها تبقى رجلها في الملعب بحيث ان كله يبقى قادر ياخد نفسه على الاقل تقديره عفروت صح صح استاذ احمد احنا ابتدينا برضو في اول قلت, قلت لي كلمت سعد آه وكلمت الشناوي آه في آه الموضوع ده اللي هو لازما هم من كباتن الفرقه وليهم دور كبير قوي يكلموا مع المدير الفني بشكل للمصلحه العامه يعني في أي. لعيبه اللي هي لازما لا لازما تريح تريح لان استهلكت المخزون البدني عندهم خلاص احنا بشر زي ما قلت لحضرتك يا استاذ احمد فلازم اللي انا فيه لعيبه لازم اريحها وفي لعيبه تانية لازم ادخلها وفي انا عايز اكسب اللعيب بتاعي على المدى البعيد لان انت الدوري بتاعك لسه انت لما الدوره هيبقى في ضغط دوري والماتشات ورا بعضها كل تلاتة 4 لما بقى في صراع هبوط ويبقى في صراع قمه والماتشات يعني هتبقى مصيريه طبعا يبقى الموضوع صعب يبقى طبعا انا هحتاج كل لاعب فانا لازم زي ما قلت لحضرتك في اثناء الفاصل لازما في لعيبه لازما تريح في ماتشات في الدوري لازما في لعيبه كتير لازما مش عايزه تشارك صحيح وان شاء الله باذن الله ان شاء الله لما ان شاء الله ربنا يكرمنا باذن الله ونتاهل لربع النهائي ونص النهائي ان شاء الله باذن الله هنطلع بقى من من زنقه دوري المجموعات للعتاوله يعني احنا شايفين انا بتفرج على كتير من ماتشات دوري ابطال مش بس ماتشات الاهلي لا ان السنه دي النسخه دي فرق كتير سنه اسنانها يعني الوداد بيقدم الوداد علامه كامله الوداد السنه دي انا شفت الفرقه بتاعته فرقه محترمه جدا غير بيقدم اداء غير اللي شفناه في النسخه الاخيره الترجي سنداوز. ايوب الكعبي متالق اضافه كبيره جدا لفرقه الوداد المغربي سان داونز موجود مازيمبي ترجي يعني كله طمعان يا استاذ احمد كله, طمع. كله, طمع. كله طمعان عنده... كله نفسه اللي هو بقى انا نفسي اروح اليابان كله عنده طبعا طبعا فتحت نفس الافارقه قالك معنا الاهلي واحنا يعني مش اقل صح. طبعا ده طبعاً. طبيعي صح طيب خلي.